رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك. السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم بناء على طلباتكم جبت لكم تدبيرة كيفاش نخبيو الجلبانة، مع أنه يعني رانا في فصل الرابع والجلبانة متوفرة، وكذلك يعني راهي طاحت السومة تاعها هاد الأيام، راهي حوالي دير 4500 حتى 5000، يعني بعد ما كانت 16000 10000 للكيلوغرام الواحد. إذا جبت لكم التدبيرة تاع كيفية تجميد الجلبانة اللي هي البازيلا، وكذلك طريقة كيفية الاحتفاظ بالمعدنوس وحشيشة مقطفة لأطول مدة ممكنة، يعني تحكم لكم حتى 15 يوم أو أكثر. إذا نبدأ أولا بطريقة تخزين وتجميد الجلبانة. أنا هنا نغسلها مليح، نقطرها من الماء تماما، يعني ما نفورها ما نغليها، نخليها هكذا حبات باش تقعد تحكم روحها حتى كي نطيبوها، يعني نحسو بالذوق تاعها، يعني ماشي مبدل. وكذلك كاين بزاف صوالح يعني نخبيهم في الكونجيلاتور يمدوا هذيك الرائحة هذيك تاع لا كونجيلاسيون. اليوم جبت لكم التدبيرة يعني كيفاش نحافظوا على يعني ما تريحناش الحاجة كي نحطوها في كونجيلاتور. اول شيء نعقموا العلب تاعنا، انا راح نديرها في العلب بلاستيكية، لكن نستخدم الورق تاع الخاص بالمطبخ. هكذا نفرشوا يعني مليح، العلبة ونجيب الجلبانة تاعي بسم الله ونحطها في العلبة. يعني هذه الطريقة راح تحافظ على الذوق تاع الجلبانة، وما تخليش يعني هذاك لاكلاص يعني يقلص على حوالي من حول الجلبانة، يعني راح يحكم الذوق تاعها الرائحة تاعها، يعني ما يدخلهاش الرائحة تاع الكونجيلاتور، وكذلك يعني راح يمنع انه تتراكم الثلج حول هاد الجلبانة. نعمر العلب تاعنا هكذا مليح، من بعد نغلف جيدا، نغلق بورق المطبخ، يعني راح تمنع الرطوبة انها توصل للجلبانة. هكذا نحطها في العلب، نزيد العلبة الثانية نفس الطريقة، منعمرهاش مليح. أنا هنا تقريبا جبت 3 كيلو، من كيما راكو تلاحظو نديرهم في الكونجيلاتور. نروحو الآن إلى تدبيرة ثانية واللي هي كيفية الاحتفاظ بالمعدنوس مدة أكثر من أسبوعين. هنا غسلته مليح وخليته حتى تقطر، نحيت له هذاك الشوائب اللي جاو في الطرف. انا مش راح نعمل، نجيب دائما ورق المطبخ ولا اوراق الرسم وهذوك البيوطا ولا هذوك الاوراق اللي يديروهم صحاب لي بيتزاريا ولا لي غارغوتي يديروهم في لي ساندويتش. دابا ناخذ المعدنوس تاعي ونلفه في
ورق المطبخ اللي يمتص الرطوبة باش ما تدخلوش الرطوبة هذاك تاع الثلاجة ويفسدوه. يعني نغلفوه جيدا باش نمنع الرطوبة انها تتسرب داخل هاد المعدنوس. بالنسبة لحشي الشربة كذلك نفس الطريقة. من بعد نجيب ورق المطبخ الشفاف ونلويه لداخل هكذا بهذه الطريقة. يعني كي تروحو تحوسو باش تخدمو به تلقاوه انو مازال حاكم روحو ما راحش يفسد. يعني تلقاوه طري والرائحة تاعو يعني تبقى هي هي. نجيبو هاد العلب لي جو طوال، الا ما عندكمش تقدروا ديروا قرعة تاع سعيدة ولا نحطوها هكذا لداخل ونغلقوا عليها بإحكام ونخبيوها في الثلاجة. الطريقة الثانية نغسلوها مليح نخلوه حتى يقطر ونقطعوه يعني هذاك الطرف اللي جاي. دائما نستعمل ورق خاص بالمطبخ باش تمتصلنا الرطوبة. نحكموها هكذا مليح ونغلفوها جيدا بهذه الطريقة. نجيبو ساشي أبيض، يعني بالنسبة لي ما عندهمش العلب وما عندهمش يعني الورق الشفاف، يعني استخدموه هكذا في الكيس. كذلك نخبوها في علبة ولا في قرعة تاع سعيدة. اذا نتمنى تكون عجبتكم التدبيرة تاع نهار اليوم. الى عجبتكم عليكم تبارطاجيو الفيديو وتشاركوا به الاصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في تدبيرة اخرى نصائح اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.